صباح الخير ليلى. صباح النور سليم بيك. نعم ليلى، تعي هلأ على مكتبي لو سمحتي. من عيني فورا. سليم بيك، الأوراق توقعت، خدي بعتيون. بأمرك. شكرا سليم بيك. ليلى، الشاب اللي جيتي انت وياه على الاوتيل جهاد، ما هذا صديقي؟ من ايمتى؟ ليش هالسؤال؟ لا يعني ما شفته من قبل. لانه جديد بحياتي، يعني بعدنا نحن بمرحله التعرف على بعضنا، او بالاصح عاجبين بعض. عن اذنك. تفضلي خانو. مثل ما حضرتك شايفة، هالبنت ما لها علاقة بزوجك خارج نطاق العمل. فايزة خانو، توترتي بدون سبب. سليم بيك نازل بأوتيل وليلى راحت مع الشاب، مبين انه بيحبوا بعض. خليك عم تراقبهم. ماشي تأمري. صباح الخير كريم بيك. صباح النور.